ينبغي لك أن ترغب إلى من الأمر بيده وتفوض أمرك إليه، وليكن دعاؤك بخضوع وخشوع وبكاء وتضرع، فإن بعضهم قال إني لا أعلم حين يستجيب لي ربي عز وجل إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيناي وفتح لي في الدعاء. قالت أم الدرداء لشهر بن حوشب أما تجد قشعريرة؟ قال بلى. قالت فادع عندها فإن الدعاء يستجاب عند ذلك.